يعني ديبار ديما تيكون زوين، الا ما كانوش باغيينك ديك الفرقه صافي راه ما غاديش يعطيوك فلوس، تولي كتمحن داك غتولي الساح. كتمحن كتحسي في ولاد الناس راه كيتعاملوا كيعطيوك رزقك في التالي ديال العام. هي تمشي انت بوحدك الدوزيام سيري ولا بريمير سيري غير ساعه، 10 وجبة 10 دقائق ما عندكش في ناس ما غتبينش فيها كاع انت، ضروري الواسط لاباس توصل لك الاقصى بخير محمد. ايوا السلام عليكم الاصدقاء، اليوم الحلقه الثانيه في بودكاست الهوات اللي كنصادفوا فيها اللاعب معاد امضع الغني عن التعريف، وفي هذه الاثناء رحبوا معنا باللاعب معاد. الله يحفظك اخويا محمد، كنشكرك على الاستضافه نتاعك في هذا البودكاست هذا الجميل اللي بديتيه، وان شاء الله كنتمنى في هذه الحلقه يستافدوا معنا الدراري ونفيدهم بشي حاجه دوزناها. مرحبا بك خويا معاد، ولي الشرف انني نصادفك اخويا في هذه الحلقه هذه. الله يحفظك اخويا محمد. وهذه الحلقه هذه اللي غادي يكونوا فيها بزاف ديال الاسئله اللي غادي تفيد بها هاد الشبان وهاد الاصدقاء اللي كيتابعونا ان شاء الله. ومرحبا بك خويا معاد. تحياتي خويا محمد. خويا معاد، ممكن تحكي لنا على التجربة ديالك اللي دوزتي في كرة والبداية ديال المشوار الكروي ديالك؟ خويا البداية ديالي بحال كاع الدراري الدرب، تعلمنا كرة في الدرب، لعبنا كرة في الدرب، وأول حاجة اللي خلتني نلعب كرة أنا هو الكوب دافريك في 2004 اللي كان وصل فيها المنتخب الفينال. ديك الساعة صافي بدا داك الحلم ديال خاصك تلعب كورة مع شي فرقات، تمشي تلعب مع المنتخب بحال دابا اللي واقع دابا الدراري دابا اللي كلشي دابا باغي يلعب كورة. نفس 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 البلان رانا حنايا في 2004 داك الوقيت. صافي موراها مشيت هبطت المرنيسي لحقاش هو اللي كان أقرب تيران لينا فين كاين الفراقي. هبطتي بوحدك ولا داك شي واحد اخر؟ هبطت بوحدي انا والدراري ديال الحومه، كنا لواحد الفرقه تما كاين عاديه كتلعب في اقسام العصبه. صافي بديت معاها مينيم كاديم، وراها مشيت لفريق واحد اخر في الجنيور. من بعد الجنيور مشيت تيست الماس، لعبت معاهم 3 شهور وصافي ما كملتش، وقعوا شي مشاكل وحيدت، وليت رجعت لواحد الفريق اللي كيمارس في العصبه تروازيام ممتازيه ديالنا ديال الوقت. تما بقيتي كتبرز الموهبه ديالك؟ بقيت بديت اغلبيه ديالي بديت في الهواس، كملت في الهواس. عمرك عشتي شي عراقيل مع مدربين مسيرين؟ دازو بزاف ديال العراقيل اخي محمد. عطينا بعض العراقيل اللي دوزتيهم في المشوار الكروي ديالك. العراقيل هي اللي كنت كنعاني منها هي كنت انا قاصر القامه، زعما واخا كنت كوار وهادي، ولكن ديك الوقيتة ديالنا حنايا كانوا دراري كبار كيشوف المدرب، كيشوف دري صحيح واخا يكون كباري، المهم صحيح غادي يلعب انت واخا تكون انت كواري فنان عليه، كيبقاو ديما حاضرينك وداك الشوف حاضرينك. وزيد عليها ديك الساعة كنت مازال صغير، تيقول لك راك مازال صغير، مازال عندك الوقت فين تلعب وهذا، يعني ما كانش عاطين ديك الفرصة للدراري الصغار كيما عاطينو هاد الوقيتة هادي. وداك الساعات عشتي الاقصاء من بعض المدربين وما كانوش بزاف ديال الفرص، بزاف ديال المدربين اللي عانيت معاهم مع هذا المشكل، ولكن مع الوقت كنت كنبين لهم باللي العكس. وبالنسبه للتجربه ديالك اللي دوزتي، هو انك دابا انت لعبتي داخل المدينه ديالك فاس ولعبتي خارج فاس، شنو تقدر شنو الفرق ما بين انك تلعب في مدينتك والفرق انك تلعب خارج مدينتك؟ اول حاجه تلعب في مدينتك بالنسبه للفرق ديال المدينه ديما كتبقى انت هو داك الشخص ديال كيقولوا بلي راك هذاك غير ولد المدينه، يعني ما كيعطيوكش داك القيمه اللي كيعطيوها للبراني، يعني لا ماديا لا معنويا، يعني كتبقى ديما انت ولد المدينه، ديما كتبقى كما يقولوا تحت يديهم، يعني غادي يديروا فيك ما بغاو، يعني راه ما عندكش البادي، ما كيعطيوكش الحق ديالك والفرصه ديالك، وما كيعطيوكش نفس القيمه اللي كيعطيوها لواحد اخر براني واخا تكون انت احسن منه. وهاد القضيه هادي عشا يعني لعبت فرقه على برا فاس، وكانوا عاطيني دوك الناس القيمه الصراحه، وعاطيني بزاف ديال الاهتمام على اللي عطيناها لولاد المدينه، يعني عشتهم بجوج في المدينه وبرا المدينه. كتبقى تحس براسك باللي نتايا راك بحال تزاديتي في داك المدينه وداك الناس كيبغيوك وكيشجعوك وكيعاونوك، وخا النهار اللي ما تكونش فيه مزيان كيعاونوك، هضره مزيانه حتى كتولي مزيان.
وبالنسبه لهاد المسيرين اللي دوزت اخويا معاد، شنو بعض المسائل اللي دوزت مع هاد المسيرين بحال دابا صاليرات بريمات، واش كانوا كيدوزوا في الوقت ما كانوش كيدوزوا، واش كنتي بحال دابا الفرقه ملي كتكون غاديه مزيانه في لاكورس واش يعطيوكم فلوسكم ما تعطيوكمش؟ عاود لينا على هاد البلانات هاد خويا. الصراحه هنا بعدا في فاس كنت لعبت في واحد الفرقه، يعني كان عندنا واحد الرئيس الله يرحمه راسلها، كنا اصلا داك الساعه كنا دايرين اوبجيكتيف ديال لامونتي من دوزيام هوات لبرومير هوات، وكان الصراحه الله كان واحد في الشهر كتمشي للبنك كتلقى الفلوس ديال الصالير ديالك داز بريمات، نهار الثلاث كتلقاهم دازو، يعني ما كانوش مشكل مع هاد الرئيس هذا. ولكن بعد ما تبدلوا تبدلوا بزاف ديال الناس في المكسب وهذا، ولا المشكل والفرقه ما بقاش غاديه مزيان. يعني من بعد لامونت راه طلعنا عامين سويفي من بريمير هوات دوزيام هوات بريمير هوات بريمير هوات ليكسيلو، فاش وصلنا ليكسيلو صافي وقعوا المشاكل الفرقه، تبدل المكتب صافي الدراري ما بقاوش كيتخلصوا في الوقت، ما بقاوش كيصيفطوا لهم الفلوس في الوقت، اللي وعدوا بشي حاجه ما كيوفيوش. شي في المدينه هنايا في فاس وخارج فاس، وخارج فاس صراحه دوك الناس على برا كاين اللي كيعطيك، يعني كاين وكاين، كاين بعض المرات كانوا بعض المرات شهر نلقاو الفلوس ديالنا داز، بعض المرات كيعطيونا نص سالير وكنتسناو النص الاخر حتى كتبقى كتصوني عليه وتعيط له، والبريمات خلاص خلاص صراحه الله كنا كنشدوهم في الوقيته ديالهم. وبالنسبه من دوزتي هاد العراقيل هادو، واش كان المشكل باش خليتي الفرقه اللي كنتي معاه هنا في المدينه ديالك ومشيتي تقلب على راسك خارج المدينه وتبرز راسك اكثر واكثر؟ واش داك شي واحد ولا كنتي كتمشي على راسك ولا كيفاش؟ صراحة الله يعني باش خرجت انا من المدينه كانوا عيطوا لي ديك الفرقه، هما اللي عيطوا لي، كنت لعبت كونترهم، لعبت كونترهم ماتش عندهم تما كاين في المدينه ديالهم، وسال العام واتصلوا بيا باش نمشي لعندهم. وداك الساعة كانوا عطاوك صافي، عطاوك فلوس ديالك، عطاوك كل شيء ديالك؟ عطاوني الطونش ديالي الأول، عطاوني الصالير، عطاوني كل شيء ديك الساعة في الأول، حيت داك الساعة كان عندكم أوبجيكتيف أن الفرقة يلا طالعة غادي مزيان. كنا في كونسونتراسيون صافي، جمعوا الدراري اللي سناو كل شيء عطاوهم فلوسهم، يعني الديبار ديما تيكون زوين، ولكن في التالي ما في التالي فاش كتشوف الفرقة يعني ما غاديش في داك الأوبجيكتيف ولا تقلبات عليها، ما غطيح ما غادي طيح، ما غطيح ما غادي حتى شي حاجه، يعني صافر كتولي الا ما كانوش باغيينك داك الفرقه صافر ما غاديش يعطيوك فلوس، صافي تولي كتمحن داك الساعه، تولي كتمحن. كانوا باغيينك راه كيسالي العام كيعطيوك شويه من داك ما كيعطيوكش فلوس كامل، كيعطيوك شويه من داك الفلوس باش كيشدوك بها العام الجاي. نفس المشكله وقع لي، باش شدوني بها العام الجاي باش نولي نرجع نسني بالفلوس اللي كنت كنسال الان، ما يزيدوكش عليها بحال غير صقه كتلعب بيع عامي، انت راك سامح وانت لعب بيع عامي. ودابا هذا المشكل هذا عانيتو به في قلب الموسم وانتم لاعبين، وزعما واش كنتو غادي تطيحوا؟ عشت تجربه ديال الطيح انا مع فرقه، ولكن الحمد لله صوفيناها في التالي. زعما من بعد ما صوفات خديتو فلوسكم، ولكن قبل ما تصوفيو واش كنتي عندكم فلوس باش كتحرك كتمشي تحسن تمشي تخرج تمشي للقهوه تاكل عندك فلوس ولا والو داك الساعه؟ لا، كانوا داك الساعه ملي كانت الفرقه غادي تفتح كانت تحركات شويه الفلوس، يعني دا كان صافي باغيني صوفي والفرقه، كانوا كيدوزوا لنا الصالير ديالنا، كانوا كيجمعوا لنا جوج صاليرات ولا ثلاثه كيعطيونا جوج ولا بعد مرات كيعطيونا واحد كتلقى باش تحرك خلاص. البريمات كنا فاش كنا كنربحوا الماتشات كانوا كيعطيونا لحقاش كانت الفرقه غادي تفتح وما كانش خاصهم باش ما يطيحوش، كانوا كيعطيوك يخرجوا الفلوس. ومن بعد هذا الشيء هذا كيفاش عشتي لامونتي مع شي فرقه؟ الحلاوه ديال الطلعه راه كتكون بوحدها اخي، كتكون ديك الساعه تلقى هذه كاينه فيها مزوره مزيان، تلقى راسك كل سيمانه شاد البريم الصالير ديالك اللي قلت لك بحال اللي كنت دوز انا مع الفرقه هنا في فاس. كنا صراحه الله راه كنا مصورين العاقه داك الوقيته صافي، ضروري في كوره تجي واحد الوقيته غتصور جوج حوايج كتصور فيهم فلوس اخويا، فرقه فاش تكون لعبه في الطيح وفرقه فاش تكون لعبه في الطلع، اما ما عندها حتى شي اوبجيكتيف الزكلمه غير تحسي في ولاد الناس راه كيتعاملوا كيعطيوك رزقك في التالي ديال العام. وبعد شي مدربين ما عمرش طرك معاهم شي مشكل شي حاجه؟ الصراحه الله واخا شي مدرب وعدك انه غادي تلعب معاه هذا العام هذا مزيان غادي يمشي الفرقه غادي يديك معاه؟ عاد لي مع مدرب يعني
بارمي لي ميور جوور عنده في الفرقه، وكان ديما تيهضر معايا وتيقول لي يا راك مزيان ما خصكش تبقى في هذا القسم هذا، ان شاء الله غادي نشد الفرقه الفلان فلانيه وغادي نديك معايا اي باش تصوفي راسك حتى نتايا و ويا والو من كيمشيو كيدوزو بك داك الوقيته و دوزت معاه العام مزيان. ساليت العام لعبت معاه تقريبا كاع لي ماتش سماش واحد يمكن اللي سمع لعبت معاه كاع لي ماتش. سالينا العام، العام اللي موراه سمعتو باللي مشى نيس لداك الفرقه اللي كان اش بقيت كنصوني عليه وكنصيفطو في لي ميساج فيسبوك واتساب صافي مبقاش يجاوبني مبقاش يرد عليا كاع. ولكن دابا شكون اللي كيخلي ان الشباب ما ياخذوش فرص بحال دابا في اقسام الاحتراف اقسام الاولى ولا الثانيه؟ علاش زعما ما تشوفوش لاعبين ديال الهوات ما كتعطاهمش فرص في هاد الاقسام هادو؟ سبب زعما لا يشراجع واش ان السمسار خصو يديك ولا انت تمشي ولا كيفاش القضيه ديال تمشي انت بوحدك الدوزيام سيري ولا بريمير سيري؟ غير ساعه يعني راه ما غاديش يعطيوك الا ما كنتيش غادي بالسمسار او لا مدرب شافك وهو عيطوك ولا شي واحد من المكتب يعني اللي توصلك. انا كنرجعو ديما الوسيط اللي غادي يديك لذاك الفرق. الا ما كانش داك الشخص راه ما تعطاكش ديك القائمه باش انك غير دوز تيست الفرق الا مشيتي بصاكك هذا تقول لك اودي سمح لنا وتا لا عطاو ديك الفرصه. عطاك واحد الفرصه اللي صغيره بزاف واحد 10 دواج 10 دقائق ما عندكش في ناس ما غاتبينش فيها كاع انت. اما الا مشيتي بسمسار ولا دار كيعطيوك القائمه وكيعطيوك الوقت وكيشوفوك وهذا السبب هذا راجع هو ضروري الوسيط ضروري سمسار ولا مدرب تكون متفق معاه ولا شي واحد من المكتب ضروري الوسيط لابغيتي توصل لك الاقصى واخاي محمد. حتى نشوف بزاف ديال الاصدقاء تيهزوا صاكم تيمشيو لهاد الفراقي هادو ما تيبغيوش يدويو معاهم حتى تيبقى يبان لهم بحال داك الدري راه ناقص كيحقروا اه يعني هو راه مازال ما شافوش في التيران و كيلقى غير هاس الشكار ماشي هي هذيك ولا الباس ماشي هو هذاك. مسكين الغالب الله راه كل واحد والظروف ديالو يقدر هو مسكين ما عندوش طايره وما عندوش هذا وكتلقى غادي مقاتل وهذا كيشوف فيه شي واحد باللي راه كيشوفو غير من ليهم الشكل ديالو يقول له لا سمح لنا هو تلقاه كوارع على داك كامل اللي عنده في داك الفرق. حيت دابا ولينا تنحكموا على بنادم هي من الهندام ديالو هي من المنظار. واش نقدر تقول لهاد الشباب هادو اخويا معاد شي نصيحه ليهم نصيحه وبخصوص ملي داروا هاد القانون ديال الله ترينيو ما حدك مازال صغير ترينيو وتقاتل وتوصل داك 22 23 لقيتي راسك اخويا مازال في بلاصتك ما افونسيتيش للقدام يعني مازال كتلعب في اقسام الشرفيه وهذا دير اخويا كمل قرايتك ولا دبر شي خدمه اللي تصوفي لك حياتك. لحقاش تبقى تابع كل عام كتلقى راسك مصور واحد البراكه وكتصرفها في الصيف كتولي العام اللي موراك كتولي تقلب ما كتلقاش باش عاوتاني تكمل العام ديالك وكتلقى راسك كضري في بلاصتك يعني ما كتستافد حتى شي حاجه اللي كبيره اللي تقدر تصوفيك كتشد شي واحد الصالير اللي كبير ولا واحد البريمسينات اللي كبير اللي تقدر تصوفي به حياتك. اللهم توصل داك 22 23 لقيتي راسك ما كاين والو سير دبر على راسك في شي خدمه اخويا. نصيحه لك تحياتي لك اخويا معاذ وكنشكروك اخويا على هذه الحلقه اللي دازت معاك شيقه وزوينه وعطيتينا بعض الافكار والاستفادات. الله يسهل عليك في هذا البودكاست هذا ان شاء الله تصادف دراري بزاف اللي يقدروا يفيدوا هاد الشباب هادو اللي طالعين مورانا ونتمنوا لك غير الخير ان شاء الله. شكرا الاخ معاذ وتحياتي وشكرا لكم المتابعين. وهنا نهاية الحلقة وخليكم معنا في الحلقة الجاية مع لاعب جديد وديما ديما الهوات فوق الهوات تحياتي.